وبدأت تصفيات منتخب الناشئين في عدن من خلال تجمع محافظات عدن وأبيان ولاحق بقيادة الكابتن محمد البعداني. تم اختياري وبعض اللاعبين للصعود إلى صنعاء من أجل التصفية للتجمع الأكبر، وهو الذي يضم جميع اللاعبين من جميع المحافظات. والحمد لله وفقت من ضمن القائمة 23 التي كنا يعني نخوض بطولة تصفيات آسيا للناشئين التي كان المقامة في قطر. والحمد لله خضنا 3 مباريات، كانت ضد بوتان وقطر بنجلاديش، والحمد لله وفقنا بالتأهل. بعدها تم الرجوع إلى أرض الوطن والفرحة بالتأهل الذي حققناه، ومن ثم تتم يعني نادي وحدة عدن، تم العرض علي من نادي وحدة عدن بقيادة الدكتور وسام معاوية. لم أكن أرغب في الانضمام في ذلك الوقت، ولكن إصرار إدارة نادي وحدة عدن أنا أحببت أن أكون ضمن الصفوف نادي وحدة عدن، لأنه نادي كبير، وبالطبع يعني اللاعب يحب أن يكون في نادي كبير ونادي منافس ونادي يحصد البطولات والألقاب.